تحيات البنك التجاري الدولي، وماذا نرى لهذا السعر الذي ما زال محافظ على وقف خساره عند مستويات ال 84 جنيه، وما زال الاسعار تتداول فوق منطقه طلب مهمه جدا جدا بالنسبه لنا اللي عند مستويات 85 86، كانت منطقه عرض مهمه جدا تم اختراقها، وما زلنا بنستهدف المنطقه الاخرى اللي ما بين مستويات 90 لحد مستويات 93 جنيه. لو احنا ملاحظين احنا عملنا موجه وصححناها من المستويات دي، عملنا موجه صححناها وعملنا واحد اثنين وما زلنا مستمرين اعتقد في الموجه الثالثه اللي ما زالت مستمره، ولكن ما زلنا نحتاج مزيد من الزخم الشرقي. لو لاحظنا على المجدي بدا الزخم يظهر المجدي، حتى على الفوليوم بدا نشوف شموع فوليوم اقوى. ما زلنا ننتظر اختراق الحد العلوي للقناه الصاعده حتى تتاكد معانا النظره الايجابيه، وما زلنا بنستهدف مستويات ال 93 جنيه اللي لو تم اختراقها بقوه اعتقد قد نشهد قمه جديده على السعر. لو انا عايز اخد اهداف على المدى الطويل والمتوسط للسهم، المفروض ان انا ببحث عن اهداف من 200 ل 261 فيبو، على ان اهم هدف بالنسبه لي هو مستويات 92 الى مستويات 95. ده اعتقد هيكون اهداف الموجه الثالثه الرئيسيه، ولكن على المدى الطويل اعتقد مستويات ال 261 فيبو قد نشوفها ونشوف مستويات ال 100 جنيه. يهمنا قوي طريقه الوصول لمستويات ال 92 لمستويات 93 حتى نقيم الحركه القادمة. عندنا وقف خسارة مفهوش فصل في الوقت الحالي هو مستويات ال 84، ولكن يهمنا كمان نراقب المنطقة دي اللي لو حصل ليها كسر عنيف ممكن نبتدي نرجع نقيم السهم مرة أخرى في المنطقة اللي عند مستويات ال 86 جنيه. ما زلنا ننتظر اختراق القناة السعرية الصاعدة والبحث عن الهدف الأول بالنسبة لنا اللي عند مستويات 92 لحد مستويات 93 جنيه، وبالتوفيق.